وهذا الصوت اللي هو اللي فجر ابداعاتك. الطماطم حسيتي حلو، احمر وحلو، احمر وحلو، رقي بلد منعوفك بعد ابد حلو. كان احنا بالكرخ يسمونا بيت عادل بالرقي، اه والرحمانية مشهورين ولا زلنا مشهورين. حلو ليش يعني الحقه؟ كانت الدنيا بتفاليس، كانت الدنيا وكان رقي عراقي، ايه رقي حلو مال سامره، مال البلد صح، مال الحويجه، وبعدين يجيك مال الديوانيه، جميل يا ويجيك سلام، ويجيك مال العماره، ويجيك مال الشمال. هو الصيف بدون رقي وبانيه اويلي، سلم لي ويا لبن ويا تحمل البانيه، البانيه لا مو يا لبن اويلي، ولازم الدنيا حاره هيك الدنيا. هو شو يحمل حره الصيف غير رقي والبانيه؟ تشريب بانيه والريحان اويلي، وخاصه اذا الخبز يابس والبانيه. الله اكبر، مال دق صبعتين عليه هيك. الله اكبر. احكي لي طماطم تبيع، شلون تبيع؟ اي حمراء طماطم حمراء شاويه، هاي مال الزبير، هاي مال النجف، هاي مال كربلاء، خاصه مال الزبير. ايه هاي مال الزبير، هاي اللاتعه، هاي مو لاتعه، هاي ويا الدهن. ايه ها تصير لك وياها بصل جوه، يعني هاي تقوم شوف المواهب. لهابه مهدي الطماطم راح تروح، مهدي مهدي الرق راح يروح، مهدي ما يروح، العراق باقي.